اهلا وسهلا بكم جيمرز يوتيوبرز، انا علي السيد والنهارده انا جايب لكم فيديو WWE 2K16 اللعبه نزلت اوريدي على البلاي ستيشن 4 واكس بوكس 1. وزي ما احنا منتبهين كمان دلوقتي انه اللعبه معربه من ناحيه القوائم وال مش متاكد اذا في ترجمه او لا، بس من ناحيه القوائم اللعبه متعربه. فخلينا نوريكم النهارده مباراه سريعه كده. انا هختار تقريبا شخصيتي المفضلة فوق. اوكي نعم لا اوكي خلينا نختار اوكي because why not. اوكي يلا يا ريت تقولوا لي هل انتوا فعلا من هواة اللعبة دي او لا، هل انتوا بتحبوا اللعبة دي او لا، هل منتبهين على التغييرات الموجودة الجديدة في اللعبة او لا. كل قسم التعليقات يا ريت تقولوا لنا، يا ريت تقولوا لنا انتوا بتلعبوا ايه كمان اليومين دول، بتعملوا ايه اليومين دول، منين الكلام ده كله. طيب انا خليني بقى اشوف اذا هنفع في المباراة دي او لا، لان انا بالعادة فاشل جدا في WWE. ببدأ بداية كويسة قوي اللي هو يعني طاحن الدنيا كلها، بعد كده نقيمي خرفت. فخلينا نشوف هنمشي الموضوع ازاي. Looking fresh out there. You're not going to lose many matches when you're competing at full health. Oh boy, here's Cesaro. Okay. طبعا ايوه انا ههرب. لا 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 لا. You can bet every superstar on the roster is crowded around the monitors in the back to see which one of these guys comes out victorious. ازاي؟ ازاي؟ اوكي هو انت تخش جوه. اوكي طب احنا نرجعها جوه ال You've got exposed steel, concrete, the barrier. Oh man, does he have that arm submission in tight? The WWE audience is all over the world that witnessed that. Yes. خلينا نرجع المباراة جوه الحلبة أحسن يا عمي. عمي إن شاء الله إن شاء الله. طلعت فين؟ أوكي نقعد. يا ريت تقولوا لي انتوا اي شخصيه من شخصياتكم المفضله بتاع الدبليو دبليو اي، هل انتوا بتتفرجوا عليها او لا؟ انا عمري ما بنجح في دي على فكره كمان. دايما ما بعرفش. اي ريفرسال اللي ما ينفعش معايا انا كمان، لانه اتس ايذر تو فاست اور تو ليت. يعني فنجان خالص. When the fans in the arenas and watching at home see Brock Lesnar, they know he is the beast incarnate for one reason and one reason only. The WWE superstar whose name is on the dotted line that night to face Brock Lesnar is going to feel pain. I mean, tons of pain. Okay. Down goes Lesnar. Oh, and he eats the canvas. Brock Lesnar going to work now. I have a feeling we're going to see several more demonstrations like that before the night's over. Yep, I dammed. Oh, Sydney, boom. My God, his body's been through hell and his ribs have bore the brunt of the attack. Man, I hope we can get a doctor out here. طيب يا ريت زي ما بقول لكم تقولوا لي دايما هل انتوا من هواة اي شخصية في دبليو دبليو اي، هل بتابعوا مصارعة معين؟ لا لا ايه النظام؟ مستعجل قوي يا عم ليه؟ طب انه في مشكلة معايا في اللعبة دي دايما حكاية الارتون طلعش دايما. اوكي طبعا هيعمل ميزة بس لانه ان شاء الله جبت البني ادم ده. You have to wonder what's going through these guys' minds in a match of this magnitude. And now Lesnar begins to dominate. Reverse
Okay. ما فهمتش نجح ازاي نجحت ازاي الحركة دي بس انه مش الحال. Cutting off circulation to the brain. You could pass out from a hold like that. He's showing no signs of letting up. طب ما تنجحش معايا دايما الحركة دي. Oh, out of nowhere. ايه. عجبتني قوي اللفة اللي لفها له دي. لا لورا لا لقدام. تعال نجرب. طب والله يعني متوقع. That wild strike found nothing but empty air that time. Man, that's what you call swinging for the fences and missing. Oh, this may very well end it. Okay, أنا انتهيت كده شكلي خلاص. أنا انتهيت خلاص كده شكلي. Good grief! How is he still conscious? The thing about Brock Lesnar and Jerry going for the cover. شوية دراما شوية دراما. Remember, momentum in WWE can turn on a dime and leave you some change. Whoa! Lesnar throws him onto his shoulders. F5 and F5. كده موت على خلاص خلاص. Yeah. مستحيل نعملها كده. خلاص شفت ازاي؟ اوكي بس مستحيلة كانت. فده كان استعراض بسيط ل WWE. زي ما حابين نقول لكم انه يا ريت تقولوا لنا انتوا اي مصارع من المصارعين عندكم مفضلينها تتابعوا المصارعين او لا. ايه افضل يعني افضل سنه من السنين نزلت فيها دبليو دبليو اي كانت احسن بالنسبه لكم؟ هل هي كانت اللعبه دي او كانت غيرها؟ يا ريت تقولوا لنا كل ده في قسم التعليقات. والمزيد عن فيديوهات عن دبليو دبليو اي 2K16 وفيديوهات ثانيه كتير انتم ما جبتوش المكان المناسب. اي جن شرف الاخر.